الطاقة ضرورية للنجاح الاقتصادي لأي بلد، وذلك بسبب ندرة الوقود الأحفوري وتأثيره السلبي على البيئة، وتزداد الحاجة إلى إمدادات الطاقة المتجددة. فالطاقة الشمسية هي واحدة من أسرع مصادر الطاقة المتجددة نمواً، وسرعان ما أصبحت بديلاً قابلاً للتطبيق لتوليد الكهرباء. يتم تحويل الطاقة الكهروضوئية إلى طاقة مفيدة بواسطة الخلايا الشمسية، وهنالك عوامل بيئية تؤثر على أداء هذه الخلايا، منها الغبار ودرجة الحرارة والرياح والرطوبة. ونرى في المشروع التالي كيف استطعن هؤلاء الشابات من معالجة هذه المشكلة والتغلب عليها. رؤية عمان 2040 تهدف للتوسع في مجال الطاقة الشمسية، لذلك وجب علينا دراسة التحديات، ومن أبرز التحديات هو الغبار. لذلك نحن في مختبرنا، مختبر جامعة صحار، اختبرنا تأثير الغبار في سلطنة عمان وبالتحديد في صحار على الخلايا الشمسية، لمعرفة الطرق الأمثل لتنظيف هذه الألواح الشمسية. أيضا اطلعنا على التجارب العديد من الدول المجاورة، وقد اكتشفنا بأن هناك منظومات باءت بالفشل وخسرت اقتصاديا، وذلك بسبب عدم دراسة المنطقة قبل نصب النظام. من خلال النتائج اللي حصلنا عليها من دراستنا، استنتجنا بأن الخلايا ثنائية البلورة أكثر ملائمة للاستخدام في عمان، لأنها على الرغم من أنها تتأثر أكثر بالغبار إلا أنها تنتج أعلى من الخلايا أحادية البلورة. طبعا إحنا قاعدين نهدف لاستخدام الطاقة المتجددة في عمان لتوظيفها في سيستم مبني داخل عمان لحل مشكلة صناعية أو زراعية ولتحقيق رؤية عمان 2040. نجاح وفشل أي منظومة يعتمد على دراسة تأثير الغبار لإيجاد حلول مناسبة لتلك الأغبرة. لذلك يجب علينا دراسة نوع الغبار ومواصفاته لإيجاد الحلول المناسبة، سواء كان تنظيفا جافا أو بمحلول. ذلك يعتمد على حسب نوع التربة التي تم دراستها على الخلية.